الرحمن الرحيم. الله أكرمنا بشهادة ابني معتز فضة. نحكي أيام طفولته وأيام المدرسة، كان نشط، كان مشاغب، بس كان شاطر بالمدرسة كتير، وكلن كانوا يشكروا منه المعلمات اللي درسوا والأساتذة. وكان يحب مساعدة الفقراء بشكل عام من لما كان طفل. درس الابتدائي وانتقل على مرحلة الإعدادي، بلش ينتقل ويثبت انه هو رجل من ايام الطفولة لما كان طفل. يعني كنت اعتمد عليه وهو طفل بكل شيء، ولا يخليني يكرر الطلب او انه احكي معه بموضوع بخصه او بخص العائلة او بخص الجيران الا ما ينفذه مباشرة تلقائيا منه لحاله. فالحمد لله ربي بين رفقاته وبين الجيران، كلياتهم كانوا يحبوه وسيرته معروفة بالمنطقة كلياتها، وهذا فضل من رب العالمين. من بين المواقف اللي كان يعملها وهو طفل، وكان تصرفه تصرف رجل بمعنى الكلمة. يعني ما كان يشوف جارة من الجيران الكبار بالعمر إذا كان بالبرندة فوق يكون حامل كياس، ينزل يرقد يمسكون يقطع الطريق ويوصل الأغراض لا باب الدار وينزل. مرة كان عندي بالبحر فصارت حادثة عائلة شامية بأكملها، عم يتسبحوا فجأة صار تيار بحر. التيار قوي، خلال دقيقتين ثلاثة كانوا هني بالبحر، فبيناتهم ما بيعرفوا يتسبحوا، سحبن الموج وأخذن شي 20 متر لجوا وبلشوا يغرقوا. فكان مسافة يمكن تقريبا 200 متر بعيد عنه، وصل أول واحد ونزل سحبهم واحد واحد للعائلة بأكملها. فهيدي أنا تفاجأت فيها، لأن أنا رقدت سبقني هو، ساعدت أنا وياه، وتوفى يومته شخص ما حدا حسن شاله إلا هو، وكان بكالوريا، كان بمرحلة الثانوية. نعتز بهالشهادة ونرفع راسنا فيها، فخر لإلنا، فخر لإله، الشهداء أحياء عند ربهم، والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. منحسه ما نو ميت، ما نو مستشهد، الله يرحمه. الشهادة عز وفخر، وكلياتنا إذا بيستدعينا الواجب كلياتنا منلبي النداء. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء، ويحمي هالجيش وقائد هالجيش، ويحمي هالوطن يا رب. وسيرته بين الجيران بنرجع بنكرر انه الحمد لله الاقارب الجيران الاصدقاء كلياتهم الحمد لله كان يتعامل معهم معامله الاهل، الاخوه المحبه وشهم. وبحياتي ما كررت الكلمه بالطلب له مره ثانيه الا بشغله الامور وقت اللي كان التحق بصفوف الجيش وبلش يطلع. انصحه دائما يقول لي بسمع أنا كلمتك يا بابا، بسمع الأمور هيدي، يعني كله هدي شوي قد ما كان يطلع ويروح ويجي والشباب يحكوني. فيقول لي يا أبوي إذا أنا ما فرغت هالطاقة لصالح بلدي ووطني مين بده يفرغها؟ إذا أنا قعدت وفلان قعد والشباب كلياتهم ما طلعوا واشتغلوا وقاوموا وشالوا قيمته لهالبلد وطراب هالوطن هذا ليحافظوا عليه، مين بده يطلع؟ فأي موضوع كنت افتحه معه بهالخصوصات كان يجاوبني بقناعة، يقنعني قناعة تامة، ما بقى أحسن أحكي معه. كان علي كلمة بس قل له روح الله يحميك ويحمي الشباب كلياتهم. أنا فارس مهنا الصديق والشقيق للشهيد معتز فضة، ربينا سوا بالحارة، أبناء حارة وحدة من طفولتنا ونحن مع بعض. إذا بدي أحكي عن مناقب الشهيد، اسمه بيعبر عن مناقب معتز بما تعنيه الكلمة من معتز، الشهم، البطل، المندفع لوطنه ولكل شيء، اللي ترك كل ما يملك، أعماله في السعودية، شغله برا البلد، ترك كل شيء، وأول ما بدأت الأزمة إجا على اللاذقية. ليش إجيت يا معتز؟ أنا جاي البلد تعبانة وبدهن عناصر لصالح الجيش. أول المتطوعين في الجيش العربي السوري كان معتز، لصالح القوات الرديفة والقوات الجيش العربي السوري. بهالمرحلة كانت البلد بحاجة للكل،
طوعنا كلياتنا لصالح الجيش العربي السوري. أنا طوعت بإحدى الفصائل الرديفة للجيش العربي السوري كمسعف ميداني، عمري 46 سنة، موظف في مجلس المدينة. كنا نطلع نقاتل سوا مع بعض بأرياف اللاذقية، نطلع بالليل واجي الصبح غير ثيابي وروح على دوامي لحتى لحق اثنين. واجب الوطن ما في شي بيمنعهم، كل الشباب بحاجة للوطن، الوطن بحاجة لإلهم، ما في شي بيمنعهم. نطلع بالليل نقاتل ونجي الصبح على بيتنا نغير ثيابنا ونروح على وظيفتنا. والدافع هو الوطن، الوطن بدأ ينزف، الوطن جريح، بحاجة الوطن لإلنا كلياتنا، للصغير والكبير، كلهم بما استطاع يقدم واجبه لهالوطن. كان الشهيد معتز بشكل مستمر وهو مقاتل في الجيش العربي السوري يسافر. لوين رايح يا معتز؟ عدير الزور. وين كنت يا معتز؟ بالرقة. منين جاي يا معتز؟ من حمص. لما نقعد نحكي شو كان يصير، يقعد يحكي لنا عن المعارك. لما يتحاصروا ويستشهدوا، بإحدى المرات استشهدوا اثنين زملائه، ضل من المساء للصبح رفض ينسحب حتى يسحبهم معتز للشهداء، ما كان يتركهم بالأرض. يجي نحكي عن الأحداث وشو عم يصير، كيف نطلع، كيف نقاتل. وقبل ما يستشهد معتز بيومين التقيت فيه. وين رايح؟ قال والله اليوم عندي سفرة على حلب. قلت له أول مرة بتسافر على حلب؟ قال لي في مجموعات محاصرة بحلب، بدنا نروح نشوف، بدهم مؤازرة وحابين نفك الحصار عنه. صرت سوا أنا ومعتز حوالي الساعة، وتاني يوم الصبح سافر. بتفاجأ باستشهاده وبخبر استشهاده. معتز من الشخصيات الغير قادر أي مسلح أو أي كلب من المسلحين أنه يوقف بوشه وجها لوجه. بس الغدر، استشهد برصاص الغدر. بيد اليمين حامل روسيا، بيد الشمال رايد سوريا، وبجيب السترة شايل وصية، بعد استشهادي ودي تقرونا. بيد اليمين حامل وبجيب السترة شايل وصية، بعد استشهادي ودي تقرونا. درس المعهد، سافر على الخليج على السعودية، ضل من 2009 لوقت اللي صارت الأحداث عنا بالبلد. فكان يحكي معي على التليفون كيف الأوضاع، كيف الهيئة، نقول له الحمد لله الأمور كلياتها كويسة، لا تأكل هم أنت ولا هي. في شغلة شي شهر تقريبا من بداية الأحداث، من دون ما يقول لي إنه هو جاي، ما شفته غير صار قدام البيت هولي، طلع عمله، استقبلنا أهلا وسهلا. لخير يا ابني، ليش جاي؟ قال لي والله يا بابا جاي لحتى ألتحق مع الشباب ووقف لجانب شباب البلد والتحق بالجيش. وهو إسا ما كان بي يعني سنه القانوني، إسا ما كان مطلوب، هو خادم عسكري بس إسا ما كان مطلوب احتياط، فقدم طلبه التحق فورا مباشرة مع الشباب. وبعدين إجا بشهرين بعد ما التحق معي بشهرين، إجا طلبه الاحتياط، طلعوا على مناطق القسطال. أي أول أحداث صارت منطقة الجبال عندنا هون، منطقة القسطال. طبعا أول شيء عملوا دورات تدريبية هو ورفقاته، طلعوا صاروا يستلموا مناطق بالجبل يقعدوا فيها ويحرسوا ولا المناطق. بعدين صارت الأحداث تزيد أكثر وأكثر، يصير فيه هجوم يردوا الهجوم. كانت إسا خبرت إن ما كتير هالخبرة اللي موجودة عندهم، يجي يحكي لي هيك صار هيك صار، ومبسوط هو إنه قاوم وقوص وردن وما خلاهم يقربوا هو ورفقاته والشباب كلياته. طورت الأمور، صارت الأحداث على عالم الكل أنه صار بقى فيه هجوم ومسلح منظم ومسلح بالمدافع وبال
فيعملوا هو يرجعوا يكرروا الطلعات ويتقدموا على المناطق اللي فيها مسلحين، دائما بشكل دائم يكون هو بالمقدمة. هذا حكي منه من رفقاته كلياتهم من الشباب الموجودين معه. أنا أخو الشهيد معتز فضة، أخوي كان زلمة كل ما تعنيه الكلمة، كان شهم ورجال والكل بيعرفوا شو هو، كان يحب كتير وطنه، يحب يدافع عنه للوطن، قدم حاله فدا الوطن هو ودمه وروحه واستشهد. ولي فخر وبعتز كتير، برفع راسي قدام كل العالم انه اخوي شهيد. بإذن الله كلنا على هالطريق هذا، بدنا نكمل مسيرتهم لهالابطال اللي راحوا، ان شاء الله اما بالعلم او اما بالسلاح. اول مرة تصور فيها في معه صديقه اسمه علي الحايك، عسكري هلا هو بالجيش العربي السوري بيخدم بالشام. اتصوب رفيقه وصار عليهم هجوم من المسلحين حاوطوهم، فقاوموا الشباب. رفيقه متصوب بجريه ما يحسن يتحرك نهائيا، طلبوا منهم يتراجعوا للشباب، فما كانوا يتراجعوا وما حملوا اكتافه. بالنسبه لمعتز ما كان يتراجع وما حملوا اكتافه مسافه شي كيلو ونص متر بهالجبال وبهالمناطق الوعره. وصلوا على بر الامان وسعفوا الحمد لله للشب، واموره كلياتها هلا بخير. قبضاي هالشب من الشباب المقاتلين كمان علي الحايك، مثله مثل بقيه رفقاته الحمد لله كلياتهم ابطال وشاويس. اتطورت الامور اكثر باكثر، فصار في هجوم على سلمى، صار في على بعدها على ربيعه، صار في على مناطق الضياع بالريف الشمالي، انه صار عنده خبره اكثر. كل مرة تزيد خبرته، كل مرة يطلع يكون هو بالمقدمة، هو مجموعة شباب رفقاته من شباب الجيش العربي السوري، وقاوموا الحمد لله. بعدين صار يتنقلوا ينقلوا من منطقة لمنطقة، يعني ما خلى منطقة في سوريا إلا ما طلع وقاتل فيها، وأثبت الحمد لله هو ورفقاته إنه هن أبطال وكانوا يقاومون بشكل، يعني عقيدة الجيش وبعقيدة الإيمان وبعقيدة إنه هو عم يدافع عن أطراب الوطن وعن هالبلد هاي. طبعا بالنتيجة بيكون عم يدافع عننا أجمعين، عن أولادنا، عن نسواننا، عن أطفالنا، عن بالدرجة الأولى أطراب الوطن. الوطن غالي. يا تراب بلادي لا بدي لحبابك، وهدي غندم توفى، لا تبكي علي غور، غني وغني غور، سراج المعاد ينطفى. ويا أمي يا سوريا ودمعاتك خبية، في داها الروح بالدم الغالي نسقيها، بالدم الغالي نسقيها. صوب شي 7 مرات تقريبا، شي بكتفه، شي بإيده، شي بجرياته، بحادثة كسب وقت اللي صارت أحداث كسب بنبع المر، طلع هو وشباب رفقاته مؤازرة لشبابنا، فتصوب بطلقة قناصة الحمد لله الله حماه يومته وجد شحب براسه وصار معه شهداء من رفقاته. نفس القصة كمان، نفس البطولة اللي بيقدموها، وتصوب بكتفه بس الحمد لله كمان كانت إصابة يعني طفيفة، معنى الإصابة البالغة. سحبوهم لرفقاتين الشهداء والمصابين، وكمان رجعون على نفس المنطقة، منطقة الأمان، يعني ما يترك، ما يرجع، ما يبرم ظهره، قد ما يكون الاشتباك قوي، قد ما يكون الاشتباك في كثافة إطلاق نار أو هجوم قاسي، بحياته الأبدية له ولرفقاته أنه برموا ظهرهم إلا ما جابوا رفقاتين وسعبوهم وحطوهم على بر الأمان. أنا عمري 46 سنة،
لما بدأت الأزمة باللاذقية وشعرت بالخطر على محافظة اللاذقية وعلى سوريا بشكل عام، كنت أول المتطوعين في الفصائل الرديفة للجيش العربي السوري. كنت أطلع مساء قاتل وصباحا أرجع غير ثيابي وأروح على وظيفتي. كنت أضطر بشكل يومي أني أطلع على أرياف اللاذقية قاتل وأرجع. لذلك بوجه رسالة للشباب، الوطن بحاجة للجميع، لكل من قادر على حمل السلاح الوطن بحاجته. 80 دولة ضد وطننا، آلاف المسلحين عم يجوا على وطننا، فالبلد بحاجة إلكن يا شباب. بتمنى أنه الكل يفكر أول شيء في وطن. الوطن هو كل شيء، لما بيروح الوطن بيروح معه كل شيء. ما خلى منطقة بسوريا إلا الوحيدة حلب اللي مطلع فيها، اللي كان طالع مؤازرة على ريف حلب، والحمد لله الله أكرمه واستشهد فيها. فوصلوا على منطقة خناصر أسرية، طالعين هني الشباب هنيك، كان في اطلاق نار كثيف، رشقات بال21 بال23 بالقنص. فطالعين على الجهاز العسكري عم يتصلوا انه بدهم الشباب رفقات المؤازرة. ضلوا اكثر من 3 ارباع الساعة وهني واقفين ما عم يخلون يتقدموا الجيش للعطري لحتى يهدى الضرب. فوقت اللي عم يسمعوا انه بده المؤازرة شباب رفقاته، قال لهم انا بدي اطلع. اللي بده يطلع معي من الشباب من مجموعاتهم الشباب هاي يتفضل يجي معي. طلعوا بسيارة بيكاب دبل كابين، هو و11 شاب من الشباب المجموعات المعون يعني الجيش العربي السوري. فقال لهم للسيارات البقية الورا رتل هني، قال لهم كل 5 دقائق بتطلع سيارة مشان حتى ما يصير في ضرب للرتل. طلعوا وشدوا بها السيارة، كانت سرعتهم يعني، هذا حديث الشباب اللي كانوا موجودين معه بالسيارة رفقاته، سرعة 170-180 ومبلش الضرب عليهم بال23 بال21 قنص. فجأة هنو بالسيارة بيسمعوا صوت انفجار قوي وبينضرب الطلقة 23 الدولاب الخلفي تبع البيكاب الشمالي. فالسيارة على قوة الضرب طبعا في رصاص بتصاوب هو بخاصرته هون طلقة، في صديقه جنبه عجية اليمين تجي طلقة كمان هون بيستشهد فورا. وقت تجي الضربة للسيارة تقلب شي 20 قلبة والضرب شغال عليهم. هون هو نزل وعيان، عين الشباب المتصاوبين يعني في منهم إصاباتهم بليغة، صار يوعيهم للشباب انه هني على الصدمة وقوة الصدمة، في منهم غايبين عن الوعي صار يوعيهم وكل هالشي هذا وقصة ضرب عليهم. فجمعهم حماهم صار يسحبهم للشباب المصابين، في شباب 2 رفقاته مستشهدين بعيدين عن السيارة مسافة 100 متر. فاجت السيارة الثانية لحتى تسعفهم وتاخذهم، قال لهم انا رايح اجيبهم للشباب اللي بعيدين لحتى ناخذهم. قالوا لهم معلش اتركهم، بس صار في تغطية وتأمن الطريق نرجع منسحب الجسامي. قال إن والله ما بطلعوا في واحد رغم إصابته ورغم يعني كان عم ينزف نزف قوي. فرقد حمل أول واحد أكتافه تحت الضرب والقنص وجابه ورقد مسافة 100 متر هو حامله على أكتافه، أمنوا عند السيارة. رجعت السيارة ورفقاته على الجسمان الشاب الثاني، وصلت السيارة لهنيك حملوه وحطوه، سعفوهم للشباب أخذوهم على مشفى ميداني بمنطقة السلمية. كانت إصاباتهم بليغة، راحوا بوشهم على مشفى العسكري بحمص، وصلوا على المشفى سعفوا الشباب، قامت المشفى بسعف الشباب المصابين وسعفوا الشهداء. فهو كان واقف عم يساعدهم كمان للشباب، فخلال ثواني حط إيده على خاصرته وبعق آخ. خلال 5 ثواني بعد بعق آخر بده يوقع بالأرض صوت تاني، فربدوا الشباب مسكوه وأخذوه على الإسعاف. إجا دكتور عينه وقال بده عملية، دخلوه على العمليات، حطوه على النقالة وهن مدخلينه الحمد لله سلمة واستشهد ضمن المستشفى. بعد ما اطمن
انه رفقاته وصلهم على بر الامان وانه سعفهم رغم اصابته ما كان يتخلى وما كان حتى يضل بمشفى الميدانة. يعني كان فينه هو يضل بمشفى الميدانة بالسلمية بيسعفه، فضل معه لحتى طمن انه وصلهم على المشفى ليطمن على رفقاته. باسل عيسى رفيق وصديق للشهيد معتز. معتز من اشهم الرجال، وكل العالم تشهد انه بشهامته وبقوة قلبه وبحب الكل، ما كان له أعداء. معتز قبل ما يستشهد كأنه كان بيعرف انه رح يستشهد. انا شفت المساء قبل استشهاده، شفت المساء تاني يوم تفاجأت انه مستشهد. كان بالحارة ودع كل شي فيه من أصدقائه ورفقاته اللي بيعرفين كلياتهم، ما سألت حدا إلا قال لي أنا شفت المسألة معتز. يعني كل العالم تفاجأت باستشهاده، بس كل العالم تعرفوا إنه مقدام شجاع ما بيخاف. استشهاد معتز بيكون صار له 20 يوم. يعني فينا نحن نحكي كأب، أنا أب شهيد وابني. أنا على فكرة في نقطة بحب أذكرها، إنه من لما التحق كان عندي مهيأ أنا إنه يجيني أي وقت تليفون بنبأ استشهاده لمعتز. لأن يعني لو رجعت على نفس الموضوع الحديث الأول، يعني كان في بالمجموعات الجيش بالنوبات اللي كانوا مناوبين في رفقاته متزوجين يكون صلون 20 يوم شهر منازلين، فتخلص النوبة اللي له هو انه بده ينزل نزلته مبيت اللي له هو، فيضل يدوبل النوبة اللي له مشان ينزل رفقاته التانيين وهو ينوب عنه انه انتم متزوجين انزلوا شوفوا اولادكم، انتم متزوجين تنزلوا، يعني لهم وضع بيكون خاص. فيضل بعد مرات شهرين ما يجي وهو عم يناوب عن رفقاته لحتى هن ينزلوا وهو يغطي محله. فكنت انا دائما احكي معه انه ريح شوي يا ابني، يعني شوي بتمنى انه هيك تريح شوي. هو على فكره كان بعد شهرين يعني كان خاطب، وكنا ان شاء الله قرر انه كان يعمل العرس. ف مثل اي اب شهيد يعني الله سبحانه وتعالى اكرمنا بشهادته فداء لها الوطن لسيد الوطن، وشي نفتخر فيه. بتمنى انه يكون انا لحد هلا بتخيل انه قعدته يفتح الباب بيدخل بيجي بوسني بيبوس اخواته، بيكون جاي من الجبهه بيكون جاي من القتال، بيكون شكله ريحه المسك طالعه منه من التعب من الهي، يعني شكله بيكون بده بس المهم انه يدخل بقى يتحمم. فلهاللحظه باي لحظه بحس حالي انه بده يفتح الباب، وهو اكيد عايش معنا وعم يسمعنا. الشهيد الله سبحانه وتعالى الله أكرمه. أنا خالته للشهيد معتز حسن فضة، استشهد كان استشهاد مفاجأة لأن كلياتنا. هو مثابة ابن لكل الوطن هذا، وأكيد هو موجود معنا إن شاء الله، ما رح ننسى يعني إنه موجود بحوالينا. أكيد من نربي أولادنا على نفس النهج لهالوطن، مبدأنا الشهادة أو النصر بإذن الله. شكرا لك. أنا اسمي زين، أقول الشهيد معتز فضة. كان وصيني إنه ضل شاطر بالمدرسة، قالوا إنه ضل شاطر بالمدرسة. البلد نحن اللي بدنا نحميها، البلد بلدنا. العيد وقت اللي بيمر، الجندي وقت اللي بيكون حامل بارود وواقف على الخط الأمامي، هي أكبر عيدية من رب العالمين. هذا هو العيد لهالبلد، لأن البلد بحاجة لهالشباب، بحاجة إلنا كلياتنا إنه نوقف معه ونجبل دم الشهداء بتراب الوطن حتى ننظف لهالبلد من رجس الإرهابيين الموجودين عنا. وإن شاء الله قريبا جدا النصر بإذن الله لا محال، بهمة الشباب وسواعدهم واستبسالهم، لأن بالفعل أثبت جيشنا أنه هو الجيش الوحيد اللي بيحسن يقاتل
بهالحرب ال 80 دولة موجودة ضد بلدنا، والحمد لله عم يقاوموا وأثبتوا جدارتهم وأثبتوا رجوليتهم وأثبتوا إنه هن بالفعل حماة الديار.